انا انت محروس ايه من امبارح بالليل كنت زي الفل اموت يا صفية من ايه يا محروس وانت بالليل كنت زي الفل وزي الحصان بالليل مش عارف اموت من طب اعمل لك ايه هاتي حاجة من الخامة انت عارف الساعة كام دلوقتي ده احنا في نص الليل يا محروس لا عشان في نص الليل اموت يا صفية قاضي يا محروس اقوم اجيب لك اللي انت عايزه مني بخمستاشر سنة ورديت بيها وعمل اكبر واستحمل غلاستها واعرفها بس خلاص العصفورة جت في ايدي ومش هسمح لحد ياخدها مني امك الغرابة دي لو عرفت اللي حصل كل حاجة شوفوه هقول جميل تفهم جوه ليه يا محروس؟ يلا يا أمي أخويا جبت لك العلاج أهو. لا يا صفية ملوش لازمة العلاج. طب يلا يا أمي نرتاح شوية. ملوش أحسن من الراحة. يلا بينا.